قرابة 1000 عائلة ببلدية مالبو ببجاية تستفيد من شبكة الغاز الطبيعي بعد معاناة تامت لسنوات. هذا وحققت الولاية نسبة عالية من الربط بهذه المادة الحيوية بعد حل العديد من المشاكل. الحمد لله السيان لحقنا هذا الغاز نشعل السقخه من النغ يفك فلان الحيف تفك فلان القرعونت يفك السميط الشتوى الحمد لله تنسع ديك الحمان الحمد لله ربي نشكرك لسلطاتك اللي غادي يعاونوا باش يلحقنا دار ديا الغاز دو فيل السيني تهنا دو فاسون يعني الحمد لله الغبن دابا اه غرنا الشاطئ يمكن يتراجع غديك شي غاز دو فيل انفان الحمد لله ان شاء الله مره رانا خمن الغاز دو فيل يخمن سني الكل اليوم الحمد لله راهي العائلات استفادت من الغاز الطبيعي وتخلصوا من المعاناة نتاع كما نقول قرع الغاز والمجهودات راهي متواصلة باش نمس بلديات أخرى مثلا برباشة ب 7000 زبون العشرين بوس يعني اسمو الغازودوك تاع 20 بوس راح كذلك اللي رفعنا يعني معارضات كثيره والحمد لله اليوم الاشغال انتهينا منها رايحنا نوصل الغاز ل 25000 عائله اخرى عبر بلديات الولايه. وقصد تحسين المنظومه الصحيه بالولايه تدعم القطاع بوحده استشفائيه جديده للام والطفل تضم العديد من التخصصات من شانها الرفع من مستوى الخدمات.